السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا رجعت معكم عاوتاني. عندي هنا عاوتاني غندير لكم واحد لا روسيت مزيانه بزاف. غادي ندير هنا لكم دي ماكارون. جدي عندي دي ماكارون، عندي هنا، ولكن ماشي دي ماكارون اللي تنديرو باللوز، اللي تنديرو حنا هنا في المغرب مع اللي تنشريو بدرهم سنقة. هنا كاينة نواد كوكو، واحد نواد كوكو خاص يكون من هذاك نواد كوكو اللي هو مزيان بزاف، مزيان بزاف، اللي فيه بزاف، ها هو يكون فيه لدام، ما يكونش يابس. وغادي عندي ثلاثة د الكوس هنا، وغادي ندير قد قد ديال السكر، ثلاثة كلشي هادشي راه نواد كوكو. وعندي ثلاثة د البيضات، البيضات غير البلون ديال البيض، ما كايناش هذاك الصفر. وغادي نميكسيهم ومن بطن نخلطو مع السكر، نديرو في لا ماشين نطحنو، وتنديرو هنا هنا ولا هنا. بغيت ندير لكم ثلاثة الكيسان ديال السكر وثلاثة، قلت ما كاين علاش وريت لكم. غادي ندير هذا وهذا الكيسان بحال هذا، الا جاب الله جا يابس شوية راه غادي نزيدو عاوتاني واحد البلون ديال البيضة اخرى. مع السلامة، حتى غادي نرجع معكم. السلام عليكم، سمحوا لي راني غلطت، ما قلت لكم الا درنا ثلاثة الكيسان، قلت لكم قد قد ثلاثة هاد الكيسان ديال الكوك كوكو، خاصني نديرو ربعة هاد الكيسان ديال السكر. ها هما خلط كلشي هنا، غادي نطحنهم مزيان مزيان وغادي نرجع معاكم. السلام عليكم ورحمة الله. ملي درت ميكارون دي ماكارون ديالي، ها هما راه واخا قلت لكم راه يخص هذا فغيمون يكون هاد، درت ليهم هكذا شويه د الماء، كان اللي تكون واحد يدير اللي بغى، انا درت ليهم هكذا، ولكن راه واعرين باش نخرجهم من لابوشيت. دوي حيت هاد واخا قلت لكم هذا نواد كوكو واخا فيه الزيت شويه راه ما مزيانش. نقول لكم شوف ديجا تيطرطقوا قبل ما درناهم في الفور، حيت ماشي فريمون. ودرت ليهم عاوتاني جوج البلون ديال البيض حيت قاسحين، واخا طحنتهم مع السكر وكلشي واعرين. اللي من شي واحد الا بغى باش يديرهم باش يشري هذاك الكوك اللي مزيان بزاف بزاف، انا شريته زعما راه مزيان، ولكن لا، احسن هذاك ديال الكيلو نواد كوكو خاص يكون مزيان. درتهم في الفور، غادي نديرهم واحد 15 مينوت، سا ديبوز الفور ديالكم، انا الفور ديالي 15 مينوت غادي يطيبو. السلام عليكم البنات، ملي كملت لي ماكارون ديالي هما، ملي قلت لكم راني كبرتهم شي شويه اللولين وجاوني كبار، وملي قلت لكم خاص تشريو هذاك الكوك اللي مزيان بزاف اللي فيه الزيت، الا شريتو غير واحد هذاك اللي ناشف ورخيص وقديم راه ما غاديش يجيكم. ميم انا هذا اللي شريتو واخا شفت فيه شي شويه الزيت، ولكن ملي تنصيبو بان ليا قاصح وما بغاش يصيب ليا مزيان. دي ماكارون ديالي ها هما، ملي كملت وساليت النتيجه ها هي، ماشي مشيت تار لهيه. مي ان شاء الله غادي نعاود نديرها لكم نيت ديال بصح ديال اللوز، غادي نديرهم ان شاء الله الا بغى الله بلي كولور. ونقول لكم صحتكم راحتكم، مع السلامه.